هلا وسهلا فيكم، مسي عليكم، مسي على الجمهور الكريم. طبعا انا كان تعاوني مع الامير بدر مفصل في 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 تاريخ الفني. بدينا اول شيء بدينا اوبريتات وطنيه، بعدين المسافر، وبعدها الحل الصعب، وبعدها البتول، وما شاء الله وفي اشياء ان شاء الله قادمه اجمل. بصراحه اول عمل هو المسافر، مسافر كثير قريب، وعشت معاه، يعني عشت معاه هالعمل مع الدكتور عبد الرب ادريس، ايام جميله بصراحه. وعلى اساس اخطف الاغنيه ذي كان فيها قصص كثيره، طبعا باختصار يعني ما اقدر اطول عليكم، بس ذكرى جميله. طبعا شرف كبير لنا جميعا ان نشارك في هذه الليله، يعني شاعر عظيم الامير بدر بن عبد المحسن، فالكل سعيد بصراحه، واحنا منتظرين الان نشوف كيف ردت فعل الجمهور لهذه الليله. شكرا شكرا.